أهلا بكم في الجزء الثاني من درس المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها. احنا دلوقتي بنركز بس على المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية. أوجد القيمة الدقيقة لكل مما يأتي، علما بأن ثيتا أكبر من أو يساوي أكبر من صفر وأقل من 90، يعني في الربع الأول أكبر من صفر أقل من 90، وساين ثيتا باتنين على ثلاثة ممتاز. عايز هو بقى كوساين 2 ثيتا. كوساين 2 ثيتا دي عشان اجيبها نفتكر كوساين 2 ثيتا لها كم متطابقه؟ كوساين 2 ثيتا لها ثلاث متطابقات، نفتكرهم واحده واحده. كوساين 2 ثيتا المتطابقه الاولى تقول كوساين تربيع ثيتا ها ناقص ساين تربيع ثيتا. المتطابقه الثانيه الكوساين دي تبقى 2، تبقى 2 كوساين تربيع ثيتا ناقص مكان الساين واحد. التالتة احط هنا واحد مكان الساين احط 2 ساين تربيع ثيتا. حافظينهم بالطريقة دي. طيب نستخدم اي متطابقة من المتطابقات الثلاثة. تعال لو جيت في استخدمت الاولى الكوزين تربيع ثيتا، لو استخدمت الاولى الكوزين تربيع ثيتا مش موجودة الكوزين ثيتا، يعني عندي هنا مجهول علامة استفهام. طب الساين تربيع ثيتا، لا انا عندي الساين ثيتا يبقى ربحها وخلاص القضيه هتنتهي. طب استخدمت المتطابقه الثانيه ايضا الكوزين ثيتا مجهوله لكن الواحد معلومه وما فيش مشكله. لو استخدمت المتطابقه الثالثه الواحد موجود والساين ثيتا موجوده يبقى هربحها وتنتهي المشكله. يبقى انا احسن حل ليا استخدم المتطابقه رقم 3. طبعا هي المتطابقات مش مرقمه عشان تقول دي متطابقه رقم 1 والمتطابقه رقم 2 والمتطابقه رقم 3، لا هي مش مرقمة، لكن لازم أن تبقى عارف انك محتاج تستخدم المتطابقة التي تحتوي على الساين فقط اللي هي 1 ناقص 2 ساين تربيع ثيتا، لان الساين ثيتا معلومة عندي. وبالتالي لما تيجي تحل التدريب ده تفكير كده بشكل عام المفروض بيدور في ذهنك ما بتكتبوش، لكن لما تيجي تحل التدريب هنمسح كل ده، هتكتب على طول كوزاين 2 ثيتا ايه. هبدأ احله في المساحة دي بس تكفيني اقدر اقول ان كوزاين 2 ثيتا اهي وبتساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع ثيتا على طول مباشر كده. طيب نيجي نبدأ، الواحد موجود عندي ناقص 2 ساين تربيع ثيتا. طب ما هو الساين ثيتا ب 2 على 3 واعمل لها عملية تربيع. 1 ناقص 2 في 2 تربيع ب 4، 3 تربيع ب 9، يبقى 1 ناقص 2 في 4 ب 8 على 9. الواحد ده اخليه 9 على 9 ناقص 8 على 9، 9 على 9 ناقص 8 على 9 يديني 1 على 9. هي دي الإجابة النهائية بتاعتي، 1 على 9. طيب طالب يقول لي يا استاذ انا اقدر احسبها بالآلة الحاسبة؟ اقول لك ممكن تحسبها بالآلة الحاسبة بس ده مش مطلوب منك، يعني الآلة الحاسبة هتستخدمها لفكرة التأكد فقط. هعلمها لك الآلة الحاسبة فكرة التأكد. هتعمل ايه؟ انت عندك ساين ثيتا اهي ب 2 على 3 من خلالها هتقدر تجيب الثيتا. هتقول لي الثيتا شيفت ساين، شيفت ساين يعني اعكس شيفت ساين ل 2 على 3 هيديك الزاويه زي ثانيه ثانوي. شيفت ساين ل 2 على 3 هتطلع لك اهي، بعمل اهو شيفت، اعمل معايا شيفت ساين كسر 2 على 3 طلعت لي زاويه 41. ما تقربش اي زاويه هنا طالما بتحاول تتاكد، تكتب كل حاجه زي ما هي اهي طلعت كده. طب انا مش عايز كوزين سيتا، انا عايز كوزين 2 سيتا. اقول لك طب هات ال 2 سيتا اضرب الزاويه دي في 2، يبقى هنجيب ال 2 سيتا اهي. هضرب الزاويه اللي انا طلعتها دي في 2 عشان يبقى جبت ال 2 سيتا ضرب 2، طلعت لي زاويه 83.620629 79. طب هات كوزين بقى 2 سيتا، هات كوزين الزاويه ده اهي، كوزين الإجابة اللي أنا جبتها دي اللي أنا بعد ما ضربتها في 2 كوزاين الإجابة الأنسر طلعت 1 على 9. يبقى ده شغل بالآلة الحاسبة، ممكن تعمل كده بس ده مش مطلوب منك لأن ده المفروض بدون استعمال الآلة الحاسبة. طيب يبقى أنا همسح ده
واحد يقول لي يا استاذ طب ما انت ما استخدمتش فكرة الربع خالص. ليه ما استخدمتش فكرة الربع؟ اقول لك ما بستخدمش فكرة الربع ليه؟ لان هنا الاجابة طلعت لي ما هيش موجبة ولا سالبة، طلعت موجبة. لما الاجابة تطلع موجبة او سالبة لما اخد الجذر ابقى انتبه للربع، يعني مش محتاج هنا تنتبه للربع في القانون ده. وانت بتستخدم كوزين 2 ثيتا طالما ما طلعلكش حاجة اسمها موجب وسالب، مش محتاج تنتبه للربع، هي بتديك الإجابة الصحيحة مباشرة. طب نيجي لفكرة تاني 2 ثيتا. تاني 2 ثيتا المطلوبة مني في طريقتين اتنين، إما إنك تقول تاني 2 ثيتا تساوي ساين 2 ثيتا على كوزين 2 ثيتا. كوزين 2 ثيتا أنا أجيبها بتسعة، أروح أحسب ساين 2 ثيتا بقى بالمتطابقة بتاع الساين، وفي هذه الحالة برضه هضطر أحسب الكوزين، بيبقى ممكن تستخدم المتطابقة دي. ممكن تستخدم المتطابقة التانية تاني 2 ثيتا اللي هي ضعف الزاوية بتاعتها، تساوي إيه بقى؟ تساوي 2 تان ثيتا أهي على 1 ناقص تان تربيع ثيتا. هو ده القانون التاني. يبقى تستخدم الأول لتستخدم التاني، الاتنين هيحتاجوا شغل منك. أنا هستخدم القانون التاني، همسح كل ده وأكتب المتطابقة التانية، لكن في طريقين ممكن تحل بيهم، أنت حر. هكتب تان 2 ثيتا تساوي 2 تان ثيتا على 1 ناقص تان تربيع ثيتا. مشكلتي هنا ان احسب تان ثيتا. طب هحسب تان ثيتا فين؟ هحسب تان ثيتا في المساحة دي. تان ثيتا اما ان احسب الكوزين ثيتا وبعدين احسب التان ثيتا، او استخدم طريقة المثلث. ادي الزاوية 90، ادي الثيتا، اقرأ هنا ساين ثيتا 2 على 3 يعني المقابل 2 الوتر 3، يبقى المجاور مجهول احسبه، يبقى الاكس بتساوي جذر نظرية فيثاغورس مربع الوتر ناقص مربع الضلع الآخر، يبقى 3 تربيع ناقص 2 تربيع، 3 تربيع ب9 ناقص 2 تربيع ب4، يطلع جذر 5. هكتب عليها جذر 5 اهو. أجي أحسب تان الثيتا، أنا بحسب تان الثيتا دلوقتي مفيش، أنا شغال على مثلث فيه ثيتا. تان الثيتا مقابل على مجاور يبقى 2 على جذر 5. طب موجب ولا سالب بقى؟ هنا لازم تراعي الربع، لان انت ما اشتغلتش بطريقه متطابقه انت ولا لا، لازم تراعي الربع لما تحط المثلث. انت في الربع الاول الكل موجب، يبقى هنا موجب 2 على جذر 5. تعال نعوض، ناخد التان ثيتا اللي هي 2 على جذر 5 ونعوض هنا، يبقى تان اهي 2 ثيتا تساوي 2 مضروبه في تان ثيتا اللي هي 2 على جذر 5، 2 مضروبة في تان ثيتا اللي هي 2 على جذر 5، اهي 2 فوقها شوية، يعتبر هنا مقامها 1 ضرب 2 على جذر 5، ودي يعتبر المقام بتاعها 1 اهو، على 1 ناقص 2 على جذر 5، بس دي عليها تربيع. نعمل عملية الضرب في البسط، 2 في 2 ب 4 تطلع 4، 1 في جذر 5 بجذر 5، 1 4 على جذر 5. هنا 1 ناقص، نعمل عملية التربيع، مربع الاتنين 4، مربع الجذر 5 5. نكمل 1 ناقص 4 على 5، وممكن انت بالآلة الحاسبة تديك الإجابة النهائية، تبقى 4 على جذر 5، 1 اللي هي 5 على 5 ناقص 4 على 5 يديني 5، يبقى هي 4 على جذر 5 تقسيم 5، يبقى هي 4 على جذر 5 ضرب الخمس ده اقلبه 5 على 1، تطلع لي 20 على جذر 5. اعمل لها انطاق مقام بالآلة الحاسبة او يدوي، اضرب في جذر 5 فوق وفي جذر 5 تحت، هتطلع لك 4 جذر 5، هي دي الإجابة النهائية. نشوف تدريب مثل التدريب ده لكن مختلف شوية. اوجد القيمة الدقيقة لكل مما يأتي، علما بأن ثيتا اكبر من 90 اقل من 180، يبقى انا في الربع الثاني. يبقى انتبه، انا في الربع الثاني، هكتب اهو الربع الثاني، كوزين ثيتا معلومة سالب 1 على 3. طيب أنا عايز كوزين 2 ثيتا، كوزين 2 ثيتا أكتب أي متطابقة فيهم، أكتب المتطابقة اللي فيها كوزين ثيتا بس.
ما اكتبش كوزين تربيع سيتا ناقص ساين تربيع سيتا، هتبقى الساين مشكله بالنسبه لي. ما اكتبش 2 كوزين، لا اكتب 2 كوزين سيتا ناقص 1، دي اهي 2 كوزين تربيع سيتا ناقص 1، لان الكوزين سيتا موجوده خلاص، يبقى اعوض عنها بسهوله، هتديني الاجابه مش محتاجه مني تعب. يبقى اكتب، هي دي المتطابقه اللي استخدمها، ما اكتبش 1 ناقص 2 ساين تربيع سيتا، 2 مضروبه في كوزين تربيع سيتا. طيب هي كوزين سيتا بكام؟ كوزين سيتا بسالب تلت، واركب لها تربيع ناقص 1، يبقى 2 في 1 تربيع ب1، 3 تربيع ب9، والسالب تربيع بموجب اهو، مفيش مشكله، ناقص 1، 2 في 1 على 9 يبقى 2 على 9، ناقص الواحد يبقى 2 على 9، ناقص التسعة على التسعة يبقى تطلع سالب 7 على 9. ما اقدرش اقول لك انتبه للربع، ماشي، لان انت عارف الثيتا، لكن 2 ثيتا ما تعرفش هي في اي ربع، تمام؟ ما تقدرش تحكم على 2 ثيتا في اي ربع، انت بتحلها كده هي بتطلع لك بالشكل الصحيح. تعال نحل بقى تان 2 ثيتا بنفس الطريقه السابقه، ايه تان 2 ثيتا، نكتب المتطابقه ايضا اللي هي ايه بقى، 2 تان ثيتا على 1 ناقص تان تربيع ثيتا، تمام؟ بس تان ثيتا بكام؟ يعني انا تحولت من 2 ثيتا من تان 2 ثيتا لتان ثيتا، لكن مشكلتي بقى تان ثيتا بكام؟ تان ثيتا احسن حاجه تحسبها بطريقه المثلث اهو، بحسب تان ثيتا اهو، ادي الثيتا، انا عندي الكوزاين ثيتا، الكوزاين ثيتا مجاور على وتر، يبقى ندي المجاور 1 الوتر 3 المقابل مجهول، نحسب المقابل، يبقى الاكس بتساوي جذر. تقول لي طب ما انت ما خدت السالب على الاطوال، اقول لك دي اطوال ما تحطش عليها سالب، الربع هتراعيه في الاخر خطوه. جذر الوتر تربيع، يعني 3 تربيع ناقص 1 تربيع، يبقى الاكس بتساوي جذر 3 تربيع ب9 ناقص 1 تربيع ب1، تطلع جذر 8 اللي هي 2 جذر 2. 2 جذر 2 هنا. تقول لي هي موجب وسالب، اقول لك مالكش دخل بقى، احنا هننتبه للربع دلوقتي. هنيجي نقول تان ثيتا مقابل اللي هو 2 جذر 2 على مجاور اللي هو 1، طب الربع، انا في الربع الثاني، نفتكر الاشارات اهي، اول ساين، يعني في الربع الثاني الساين والكوسيك هي اللي موجبه، امال الثاني ايه؟ الثاني سالب، نقوم نديها سالب، تطلع سالب 2 جذر 2. تعالى بقى ناخد دي ونعوض هنا اهي، شوف خدت دي ورايح اعوض في المتطابقه بتاع ضعف الزاويه، تبقى تاني 2 ثيتا ان شاء الله هتساوي 2 مضروبه في تان ثيتا اللي هي سالب 2 جذر 2 على 1 ناقص تان تربيع ثيتا اللي هي سالب 2 جذر 2 وعليها تربيع. نضرب في البسط، هضرب في البسط موجب في سالب بسالب، 2 في 2 ب 4 جذر 2 في المقام 1 ناقص، نربع نفك التربيع السالب، تربيع تروح، 2 مربعها 4 جذر 2 مربعها 2، هذه مربعها 4 وهذه مربعها 2، نضربهم في بعض يديني 8، يبقى هذه مربعها 4 وهذه مربعها 2، نضرب ال 4 في 2 يديني 8، يبقى 1 ناقص 8. نكمل الحل، يبقى سالب 4 جذر 2 على سالب 7، السالب تروح مع السالب او بالتبسيط، يبقى 4 جذر 2 على 7 هي دي تان 2 ثيتا، طلعت 4 جذر 2 على 7. بكده نكون انتهينا من الجزء الثاني من الدرس، اللي كان ايضا يدور حول تدريبات على المتطابقات المثلثيه لضعف الزاويه. في الجزء القادم هناخد المتطابقات المثلثيه لنصف الزاويه، خلاص؟ إلى اللقاء في الجزء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.